افتتحت وزيرة الثقافة الأردنية السيدة لانا مانكغ معرض الفنانين التشكيليين القطريين أمل الغانم ويوسف أحمد بحضور السيد زايد بن سعيد سفير دولة قطر في الأردن. والله أنا أعتقد العلاقات الثقافية بين الدول العربية يجب أن تكثف، خاصة هذه الأيام وجودنا أنا وأختي أمل في عمان لتقديم صورة مبسطة عن حركة الفنون التشكيلية في قطر، وذلك من خلال طبعا المعرض المقام حاليا في قاعة المشرق. أنا أقدم تجربة خاصة بي تعتمد على المادة والعمل الدؤوب في المادة من خلال استخدام سعف نخل قطر بطريقة تعبر عن أرض وصحراء وفضاء قطر، محملة أيضا بالألوان الترابية التي تتميز بها قطر، وكذلك أيضا هناك وجود للحرف العربي والذي هو يمثل نسيج اللوحة الأساسي. قدم الفنانان في المعرض الذي يضم 21 لوحة مكونة من خامات فنية محلية جمعت ما بين الدور المحوري للمرأة والقمر، بالإضافة إلى استخدام سعف النخيل الذي يعبر عن الطابع البيئي في مدينة قطر. أكيد استعدينا استعداد كبير جدا، لأن احنا راح نواجه شعب مثقف على مستوى عالي جدا، وخصوصا صارت هذه الأرض تضم من فنانين ومثقفين من جميع الوطن العربي، فأكيد يعني احنا جهزنا بما لدينا بكل قوة. في الحقيقة أنا دائما أبحث في شؤون المرأة، ليس فقط إنه هذا المفهوم الخاطئ إنه هو مجرد مناصرة للمرأة والمرأة والمساواة بالمرأة، لا بالعكس تماما. أنا أبحث عن المرأة القوية داخل حتى المرأة المنكسرة، أنا أبحث عن القيم والمبادئ اللي هي موجودة في وطننا العربي حتى لجميع الأديان. هذا المعرض بين المستوى الرفيع لمزايا اللوحات التي تم عرضها، وعكست جوانب النهضة الحضارية الفنية في دولة قطر وما يحظى به أصحاب المواهب من دعم ورعاية من قبل الدولة. لقناة رؤيا، ميس سيلاوي.